محور هذه الجلسة القصيرة العمر الطويلة الأثر بإذن الله عز وجل هو التجديد والتقصيد في الفقه وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، يتناوب على هذه المحاور خيرة من الأساتذة الباحثين الذين يتناولون هذا الموضوع من زواياه. إذن ننتقل إن شاء الله إلى المدخل الخاتمة لسيدي محمد قاسمي، وهو طالب باحث وداعية شاب بارك الله في جهوده، ويبحث في سلك الدكتوراه بكلية الأداب بالقنيطرة، أستاذ وحدة الفقه وأصوله بمؤسسة الإمام مالك للتعليم العتيق الخاص بمدينة مكناس. من أعماله أصول المذهب المالكي النقلية وتطبيقاتها الفقهية من خلال القبس لابن أبي بكر بن عربي المعافري، الفكر المقاصدي وأثره في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي، الشباب والتدين وسؤال الوسطية، خطيب وواعظ بمسجد مكناس، وله أيضا بعض مشاركة الإذاعية تقبل الله منه وبارك فيه، وهو من أبناء هذا الإقليم وهذه المنطقة، خصوصا من مدينة تنجدات، أقول ميمة عادلة وهي وحدة تنجدات بحال بحال. طبعا حال مداخلته في معالم التجديد ومتقصيد فقه الفتوى عند العلامة ابن بية، وما أحوجنا إلى يعني ضبط ما جاء الفتوى وتقصيده حتى لا يكون فتوى عند الطلب أو كتمانا من الرهب. فليتفضل أستاذي وأخي مشكورة. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، بعد الشكر الجزيل الموصول بالسادة الأساتذة المحضرين والمحاضرين والإخوة الحاضرين، أقول ضمن هذا الموضوع معالم تجديد وتقصيد فقه الفتوى عند العلامة بن بية حفظه الله، إن هذه الورقة ترمي إلى بيان معالم تجديد وتقصيد صناعة الفتوى وفقهها باعتبارها علما له أصوله وقواعده، وباعتبارها عملية إجرائية تعالج نوازل الناس في ضوء النصوص الشرعية والمقاصد الحقيقية. وكل هذا قد أنجزته من خلال جهود العلامة الفقيه عبد الله بن المحفوظ بن بية، وقبل أن تدلف الورقة إلى المقصود أمهد لذلك ببيان مبررات اختيار هذا الموضوع. المبرر الأول حسن اختيار هيئة المؤتمر مشكورة لموضوع جهود الأمة في تجديد وتقصيد العلوم الإسلامية، وذلك من خلال تتبع ودراسة جهود علماء الأمة أفرادا ومؤسسات. ثانيا، مكانة العلامة عبد الله بن بية المرموقة في الأوساط العلمية والبحثية، وجهوده المبذولة في مجال الإفتاء تصنيفا وتنظيرا وتوجيها وترشيدا. ثالثا، حاجة الساحة العلمية والفقهية إلى جهود علمية ومنهجية جادة وراشدة في تجديد وتقصيد عمليتي الاستفتاء والإفتاء. وتهدف الورقة إلى مقصدين: الأول، الإسهام في استجلاء معالم التجديد والتقصيد للفقه الإسلامي من خلال زاوية الفتوى بوصفها تفاعلاً بين الشرع والواقع. ثانياً، استخلاص الضوابط العلمية لترشيد الفتوى تجديداً وتقصيداً، وذلك في ضوء جهود العلامة بن بية. وقد انتظمت الورقة البحث في تمهيد ومحورين وخاتمة. أما التمهيد ففيه بيان ترجمة للعلامة عبد الله بن بية، وبيان مفهومي للتجديد والتقصيد. المحور الأول معالم تجديد فقه الفتوى عند الشيخ، والثاني معالم تقصيد فقه الفتوى عنده، ثم خلاصات وخاتمة. أما المفهوم الأول وهو التجديد، فإنه أصبح مشهورا وهو أشهر من نار على علم في حقول الدراسات الإسلامية وتخصصاتها، وقد ارتبط ارتباطا وثيقا بحقول علم الكلام وأصول الفقه والفقه وغيرها من العلوم، وكان أشد ارتباطا بعلم الأصول وخاصة في مبحث الاجتهاد، وذلك أن التجديد رديف الاجتهاد عند الأصوليين،
فهم يبحثونه بصفته مظهرا من مظاهر الاجتهاد الفقهي على وجه التحديد، أخذا من الحديث المحفوظ عند أبي داود في سننه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. ومعنى التجديد في الحديث يشمل الإحياء والبيان ورد الشيء إلى جدته وأصالته. ومن ها هنا يتبين أن التجديد عملية لاسترجاع ما كان قبله، وليس ابتكاراً على جهة الإنشاء الذي لم يسبق له مثيل في أصل الدين، وهو توجيه مقبول لكونه مناسباً لسياق الحديث. وهذا السياق هو الكلام عن التجديد الديني، فمبنى الدين في الأصل على التوقيف، لأنه من واضع، والواضع هنا هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. فالتجديد الذي يطال الدين ينبغي أن يكون بعثاً وإحياءً لمن همل ودرس من المعاني الدينية والشعائر التعبدية ورسوم الشريعة الموصولة بأصولها من الكتاب والسنة والمرتبطة بحياة الناس وحركة المجتمع. أما التجديد بمعنى الابتكار من غير مثال سابق في الدين، فهو مما لا يقبله الدين أصلاً ويمنعه تبعاً مما يسمى بالابتداع والبدعة. ولكون هذا المفهوم عند الشيخ له خصوصية، أجمل خصوصيته في الآتي: التجديد عند الشيخ مفهوم غير محدد المعالم ولا محدود العوالم، فهو من تلك المصطلحات المعروفة جداً إلى حد أنه لا يمكن أن يعرف، وهو ها هنا لا يتهرب من تعريفه بقدر ما يقدمه مصطلحاً بسيطاً غير مركب ولا معقد، لكون معناه واضحاً من آثاره المترتبة عن إضافته إلى موضوعه. فالتجديد في أصله عبارة عن فعل متعد تظهر تجلياته في متعلقاته، فبقدر ما يتسع متعلقه وتنعقد علاقته وتتشعب أدوات الفعل وإمكانات الانفعال تنفسح مساحات المدلولات. ثانياً، مفهوم التجديد ليس غريباً على ثقافتنا للحديث السابق. ثم عملية التجديد متنوعة المشارب مختلفة الاتجاهات، وهذا التنوع آت من تنوع المجتهدين والمجددين واختلاف اهتماماتهم التجديدية. فقد يكون المجدد عالماً أو حاكماً، عادلاً أو فرداً أو مؤسسة أو جماعة. ثم إن التجديد إذا قصدت إضافته إلى علوم الشريعة فينبغي أن يكون المجدد هاهنا مجتهداً. وخلاصة نظر الشيخ في التجديد أجملها في النقاط الآتية: أولاً، التجديد يعني تجديد من دثر من الأحكام في حياة الناس. ثانياً، تجديد بإنشاء طرائق من شأنها أن تخنو بالدين. ثالثاً، تجديد يتعلق بمستجدات حياة الناس ليوصلها بحبال الدين وإيجاد الحلول المناسبة واقتراح الصيغ الملائمة. رابعاً، تجديد هو اختراع وإبداع وليس ابتداع، ومنه ما أحدث السلف من تدوين الدواوين والجمع للتراويح وإحداث السجون. خامساً وأخيراً، تجديد وصفه بأنه محل اختباط المجتهدين واستنباط المستنبطين، وهو تجديد يتعلق بالاجتهاد في الإحكام إنشاء في قضايا لم يسبق فيها نظر العلماء أو قضايا سبق فيها نظرهم وظهر ما يعارضه. ولكي أكون مختصراً أذهب رأساً إلى التقصيد عند الشيخ. فالتقصيد عند الشيخ رأيته متجلياً في مسالك الاستنجاد بالمقاصد في الأصول والفقه، ولذلك أقول إن التقصيد عنده له بعد عملي وظيفي في التنظير الأصولي وفي الفقه. فقد فصل الشيخ حفظه الله مناحي التقصيد في الفقه والاجتهاد الشرعي، فعبر عن ذلك بالاستنجاد في كتابين: الأول كتاب مشاهد من المقاصد، والكتاب الآخر مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات. ثم أذهب كذلك إلى معالم التجديد عنده في فقه الفتوى، وقد قدمت ببيان المصطلحات المتصلة بالفتوى وبمقدمة أخرى في أهمية الفتوى. ثم المعالم: المعلم الأول كما أراه عنده الاطلاع على فتاوى المتقدمين وعدم إهمالها، وذلك لأن النوازل المستجدة قد تكون متكررة ومتشابهة، وهذا يقتضي من المفتي الرجوع إلى نصوص المفتين وأجوبتهم وقراءتها قراءة الفاحص البصير. وقد تقدم معنا أن من معاني التجديد الإحياء والبعث، وهذا يقتضي من الناظر عدم قطع الصلة بالتراث النوازلي للأمة. وفي هذا السياق يقسم الشيخ طبقات كتب النوازل إلى ثلاث: الطبقة الأولى فتاوى تعتمد الينبوع الأصلي من الكتاب والسنة ويمثل لها بفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله.
الطبقة الثانية فتاوى مجتهدي المذهب والفتية، وهذه الطبقة تعتبد مذهب إمامها. الطبقة الثالثة طبقة المقلدين التي لا ترتقي في استدلالها إلى نصوص الشارع، ولكنها تعتمد على التخريج على روايات وأقوال أصحاب المذهب. ثانياً، المعلم الثاني من معالم التجديد في فقه الفتوى تلمس الأصول والقواعد المنهاجية من خلال نصوص فتاويهم. وتأسيساً على المعلم الأول، يرى الشيخ أن هذا التصنيف سيكون مقدمة ضرورية للتعامل مع البحر المتلاطم من الأقوال والآراء التي تزخر بها فتاوى الطبقات الثلاث، للتعرف على ضوابط الفتوى بالنسبة لكل طبقة ومرجعيتها في الإفتاء. فالرجوع إلى فتاوى المتقدمين ليس مقصوداً لذاته، وإنما للوقوف عند الأصول والقواعد التي أسسوا عليها فتاويهم وأجوبتهم على مختلف النوازل، وذلك لأن الواقعات كما ذكرنا قد تتشابه، لكنها تختلف في تحقيق المناطات، وهذا الاختلاف يحفظ خصوصياتها، لكنه لا يمنع الفقيه من تلمس مستندات الأجوبة والقواعد المنهجية والتشريعية الكامنة في ثنايا نصوصها. وقد دعا الشيخ إلى هذا الرجوع المنهجي لفتاوى المتقدمين واقترح مقترحين اثنين. المقترح الأول دراسة نماذج من فتاويهم للتعرف على هذه القواعد، ثم الاستفادة من هذه الفتاوى القادمة في القضايا المعاصرة، وذلك بالبحث عن مثيلاتها وتطبيق القواعد نفسها في مناطاتها. المعلم الثالث اعتماد الفتوى الجماعية وترشيدها، وذلك عملاً بهدي الخلفاء الراشدين، فقد كانت على عهدهم الفتوى من الخطط الدينية التي يجتمع لها كبار الصحابة، كما عند الإمام أبي داود في سننه، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه إن أعياه أن يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذ اجتمع رأيهم على أمر قضى به. إن اعتماد الفتوى الجماعية لا يلغي بحال الفتوى الفردية، بل يوسع من دائرة ضبط العمل الإفتائي بوصفه صناعة تفتقر إلى أدوات النظر والاجتهاد وفقه الواقع. ولأجل ترشيد صناعة الفتوى يرى أن تشتغل المجامع بالنوازل العامة المرتبطة بالمصالح والمفاسدة الكبرى في الأمة، ويقترح لمعالجة مثل هذه القضايا مقترحين اثنين هما في الورقة. أذهب رأساً إلى المقاصد وأقول إنها مدونة في البحث، فنرجو من الله تعالى أن تكون صائبة في بابها وأن يطلع عليها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في